أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم من يقوم بتضمين شعره آيات من القرآن بحيث يجعل آية من القرآن أو بعض آية بيتا من الشعر؟ وما حكم من يغني بعض آيات من القرآن في الموسيقى؟ لا يجوز هذا، تضمين لا يجوز، و التغنية بالآية هذا أشد، هذا يستهزأ بالقرآن وهو ردة عن دين الإسلام. أما التغنين هذا محرم، هو موجود في بعض الكتب، كتب العروض موجود فيها شيء في بعضها من تغنين البيت، يكون أوله شعر وآخره جزء من الآية، وقد استنكره العلماء. صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء من عهد القريب بتحريم هذا، أما إذا جعله أغنية هذا ردة عن دين الإسلام، لأن هذا من السخرية بكتاب الله، الاستهزاء بكتاب الله عز وجل، وجعل القرآن شعرا. القرآن ليس بشعر، القرآن كلام رب العالمين، وما هو بقول شاعر،